وللمزيد ينضم إلينا الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا بك معي عبر شاشة تن. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد المطالبة للحوار الوطني بإلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في جلسات الحوار الوطنية. كيف ترى ذلك في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة، خاصة مع اتساع رقعة الصراع؟ يعني خلينا نقول طبعا ده بينم على يعني ده بنسمي الخط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعكس ثقه سيادته القياده السياسيه في الحوار الوطني. وده طبعا بيعبر ان طبعا ملفات الامن القومي من الملفات الحساسه جدا والمتشابكه لاي دوله، وخصوصا بما نمر به الان. وطبعا دي تشجيع كبير جدا من القياده السياسيه وثقه في الحوار الوطني. طبعا خلينا نقول ان التصعيد الحالي ليه تاثيرات كبيره جدا على العلاقات السياسيه والدوليه، وبيعاد تشكيل خريطه الشرق الاوسط. مصر ليها دور كبير جدا منذ الازمه اللي موجوده دلوقتي، وحرب اسرائيل على غزه، والان بيتوسع الصراع في لبنان. الوضع حرج، يجب ان احنا بالنسبه لنا ان نكون في يقظه. مصر لها باع كبير جدا طبعا في ملفات الامن القومي. مصر كان ليها تاثير كبير جدا في الراي الحكيم الذي سيصار له في النهايه فيما يتعلق بمصالح الاقليم، وهي حجر الزاويه في الرؤيه الاستراتيجيه الحقيقيه التي بتحقق المصالح. مصر دوله قويه جدا بالنسبه لها في ملفات الامن القومي، قادره على حمايه حدودها. شفنا اللي حصل في 73، مصر لها باع في الدبلوماسيه وعندها صبر استراتيجي لتحويل كل التهديدات لفرص، وده اللي شفناه من خلال ال10 سنين اللي فاتوا قبلها بكمان. مصر لها باع كبير جدا في التعامل والمؤسسات الدوليه والقضاء. مصر دوله كبيره جدا في ملفات الامن القومي. مشاركه السيد الرئيس للحوار الوطني يعني معناها جبهه وطنيه متماسكه شفافة بتشارك في قنوات اتصال في المحطات الرئيسية. يجب أن يكون النخب السياسية اللي بتشارك على قدر الحدث وعلى قدر الملف. الحوار الوطني لازم هو بالنسبة له يقدم مخرجات حقيقية ممكن الاستفادة منها، يعبر عن التلاحم الشعبي، يوجه الرأي العام في قصة صوابية الرؤية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية العميقة والعريقة في الدبلوماسية وفي الأمن القومي والتعامل مع الملفات. طبعا الحوار الوطني له دور مهم جدا في التعامل مع هذه يعني من خلال الخبرات وثقة الرئيس فيه. أخرج مخرجات مهمة وأخذ بها السيد الرئيس. طيب دكتور هشام، ملف الدعم وضمان وصوله لمستحقيه يعد من الأهداف الرئاسية الحقيقة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها. ماذا عن رؤيتكم كحزب لإمكانية تحويل الدعم إلى نقدي واستفادة المواطن أيضا؟ لا، احنا الرؤية الاستراتيجية بينا ان احنا من ابرز اصلاح الهيكلية الاقتصادية للاقتصاد المصري هو ملف الدعم والتعامل معاه بشكل صحيح. واحنا شايفين ان الدعم النقدي هو الشكل الصحيح النهائي الذي يجب ان يكون عليه الدعم، لانه افيد للمواطن. وخلينا نقول ان بس عشان يتم هذا الكلام لازم يكون في حوار مجتمعي، لازم يكون في تدرج فيما يحول في الدعم النقدي، الياته ازاي يصل لمستحقيه. لازم يكون في ملف حوكمه دقيق جدا ليه عشان احنا بالنسبه لنا نفلتر بشكل صحيح. لازم يكون في يعني ممكن نماذج من يعني اساليب غير مباشره في الدعم النقدي، زي ان احنا بالنسبه لنا ممكن ندعم بصوره نسبيه فيما يتعلق بملف المصروفات مثلا المدارس، فيما يتعلق بملفات التعليم، يعني تخفيض ضريبي معين يخرج شريحه من الضرائب مثلا محدودي الدخل اللي مرتباتهم تاثرت طبعا بالتضخم اللي حصل في الفتره اللي فاتت، ده هيزود مرتباتهم بشكل مختلف. فخلينا نقول وربط برضو الدعم النقدي فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور دائما،
مع وضع استراتيجية لتداخل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا ملف حياة كريمة أو التحالف الوطني لسد الثغرات اللي ممكن تطرأ في ملف التغذية. نعم. عايزين برضو نتألنا في التوقيت المناسب لرفع الدعم على في ملف الخبز خصوصا وتوقيته. ده كده مجمل الكلام، ولكن في النهاية احنا بنقول من الإصلاح الهيكلي والفايدة للناس الدعم النقدي وتحويل الدعم من عيني إلى نقدي هو الاستراتيجية التي يجب العمل عليها وفق دراسة دقيقة وتدرج محسوب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة.